اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم انه المشكله الحقيقيه في انه فريق الداخليه عنده 10 لعيبه فقط، والمدير الفني الكابتن علاء عبد العال بيشتكي مر الشكوى امبارح انه هيلعب ماتش الكاس ازاي وهو مش هيبقى عنده لعيبه، وانت فتحت السيستم للانتقالات اوكي. عشان كده النهارده نادي الداخليه بعت جواب للنادي الاهلي، هقول لكم لانه ده يعرض على المسابقات. سيد الأستاذ الدكتور الفاضل سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تحية طيبة وبعد. يهدي نادي الداخلية الرياضي لسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات، متمنيا لسيادتكم دوام التقدم والرقي. في إطار العلاقات الطيبة بين نادي الداخلية الرياضي وبين ناديكم الموقر، نتشرف بالإحاطة بأن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق ناديكم الموقر في دور ال 16 لكأس مصر يوم الأحد الموافق 30/7/2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي. تم مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل المباراة، لذا برجاء التكرم بأنه في حالة موافقة سيادتكم على تأجيل المباراة اختار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام اللواء عثمان محمد دسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخلية والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. وده الأمر اللي هيتناقش بكرة إن شاء الله. شوف يا إبراهيم، أولا ده تصرف محترم جدا. يعني الداخلية لما تبعت للنادي الأهلي لأن في طرف تاني لازم يعني يبقى متفق معاك، والا يعني هيبقى لو في رايين اتحاد الكره هيعمل ايه؟ ولا اظن، لا اظن ان النادي الاهلي هيتاخر ويستغل بقى النقص اللي عند الداخليه او الظرف، مش النقص الظرف. يعني الظرف اللي هو حتى لو استطاع ان يستكمل، انا لما بقول لك لان الداخليه مش هيسيب نفسه كده. لكن هل معقول ان انا يبقى عندي 10 لعيبه بس، وبعدين في 4 ايام هستطيع ان انا اسجل لعيبه جديده واعمل فرقه؟ حتى لو استطعت ان انا اجيب عليهم 5 6 لعيبه مش هينفع الكلام من الناحيه الفنيه. ولا اظن النادي الاهلي سوف يتقاعس او يتردد في الموافقه لعدم استغلال ظرف الظرف الخاص بتاع الداخليه. طيب، او اي نادي، لان ما هو انت داخل، انت فاجئتني بميعاد الماتش، وفاجئتني بفتح القيد كمان. ما هو ده الحقيقه، هي دي الازمه والمازق اللي انا قلت لكم اداره المسابقات محطوطه فيه، والداخليه هي دي مشكلتها. لكن الداخليه لجأ لرابطه الانديه او لاتحاد الكره، لانه مسابقه الكاس من اختصاص الاتحاد، فكان الشرط موافقه النادي الاخر الطرف الثاني. الاهلي زي ما المهندس عادل بيقول، الاهلي لو مش هيتصرف بالوضعيه اللي هي مراعاه ظروف نادي الداخليه، المصلحه المباشره للنادي الاهلي انه يلعب المباراه هيبقى خارج من جاهزيه وما عندوش جاهز. انت بتلعب يوم 26 ماتش المصري، بعد 3 ايام هتلعب مباراه يوم 30، فانت جاهز ولاعيبتك في التوب فورم وبتعمل تدوير والناس واخده فرص كافيه. في المقابل المنافس عنده مشكله في نقص عددي حاد بيشتكي منه المدرب. الاهلي طبعا لا يتجه ابدا للانتهازيه او استغلال فرص المنافسين او التردد في تلبيه طلباتهم، لكن الامر هيعرض على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى المسؤولين عن كره القدم في النادي عشان يردوا على نادي الداخليه بوجهه نظر النادي الاهلي ايه في هذا الامر. لكن اديكم شايفين مشكله بتحصل في تاجيل مباريات، الاهلي لو لعبها هو المستفيد. التاجيل اللي بيجي الاهلي هو اللي بيدفع ثمنه، لانه برضه هتترحل المباريات لفتره فيها تراكم العدد المباريات يؤديها بفترات زمنيه قصيره، وغيره مريح خالص بقى له فتره. عشان كده هننتظر ونشوف ماذا سيتم بعد خطاب الداخليه وطلبه من النادي الاهلي بالموافقه على التاجيل. هيتم ارجاء الامر ولا هيتم اقامه المباراه ولا هيتم الرد على اتحاد الكره ازاي؟ هنشوف ده بكره ان شاء الله.